مساء الخير. أسبوعنا كان غني بالمعلومات عن وضع القطاع العقاري بلبنان، ونتمنى تكونوا عم تستفيدوا من كل التفاصيل اللي عم بتزودنا فيها مجدداً النائب جينا الشماس من خبراء المحاسبة المجازين وسي او شركة تومورز أدفايس. اليوم حديثنا رح بيكون عن الأسواق المالية. لحظات ومنتابع الانترفيو، أما هلأ منبقى مع تفاصيل حلقة اليوم بأديتوريال. النائب جينا الشماس، اهلا وسهلا فيك كمان مره ببروبرتي يورز. بذكر انه حضرتك سي او شركه تومورز ادفايس. بحلقه امبارح، اول شيء بونسوار. بونسوار. بحلقه امبارح تناولنا حديث قانون الايجارات بلبنان، اليوم رح نتحدث عن علاقه بين الاسواق الماليه والقطاع العقاري بلبنان. بعد 15 سنة من الانتظار صدر بتاريخ 17 آب 2011 القانون رقم 161 الخاص بتنظيم العمل بالأسواق المالية وتشريع بيعزز فرص النمو الاقتصادي بلبنان. ليش لحديد هلأ هالقانون بعد ما تطبق بكل تفاصيله؟ أول شيء القانون ساري المفعول، يعني عم ينشغل فيه، في عنده كذا نقطة. يعني أول شغلة بدهم يخلقوا شيء اسمه هيئة الأسواق المالية. نحن عنا بلبنان عادة تا نقدر نعين هيئة من هالنوع بتاخدنا كتير وقت، سو نسبيا عم بيواجه أصلا العديد من المشاكل، بس نسبة لطريقة العمل بلبنان اوريدي صار في عنا، يعني خلصنا هذا الموضوع عنا هيئة أسواق مالية موجودة. هلأ هيئة الأسواق المالية كمان عندها هيكلية عم ينشغل عليها، عم بتحضر برئاسة حالة حاكم مصرف لبنان. أكيد مزبوط، هي برئاسة سعادة الحاكم. وبذات الوقت عندها مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة الاقتصاد كمان موجود فيها، وبعدين عندها مستشارين تانيين موجودين فيها تيلاقوا الأشخاص تيتعينوا الأشخاص. لأول مرة بتاريخ لبنان عم بيصير في هيئة للأسواق المالية. فالمفروض بكل المشاكل المالية اللي واجهتها أكبر دول بالعالم انه يكونوا عم ياخذوا كل هالامور بعين الاعتبار، بدها تاخذ وقت لحتى يقلعوا، عم بيحضروا شو المعايير، عم بيحضروا شو المتطلبات، عم بيحضروا شو الواجبات يلي لازم تقوم فيها الشركات يلي بدها تقدر تستفيد من قانون الاسواق الماليه. شو اهميه هالهيئه بدورها لدعم النمو بداخل لبنان؟ هيدي الهيئه دورها كثير كثير مهم واساسي. يعني هيدي هي المشاكل اللي واجهت وقت اللي صار في الخضة المالية الكبيرة مثلا بأمريكا. هيدي الهيئة بتصير مثل صمام أمان وقت اللي بتقوم بشغلها بشكل تقني كتير مدروس وبيكون كتير ستريكت وما بيفوت عليه لا السياسة ولا بيفوت عليه الوسائط وإلى آخره. بتقدر هاي الهيئة تشجع كل الشركات بلبنان يلي عم تبحث على موارد بمشاريع معينة بدها تنفذها، تقدر تفوت وتخفض قد ما فيها كلفة هالمال اللي عم تاخده، وتقدر تعمل مشاريع كبيرة وتنافس بأسعارها وتخلق يعني مثل ما بيقولوا صفات تفاضلية للشركات اللبنانية. عم نلاحظ انه في كتير مستثمرين عم بيتشاركوا مع بعض لتحقيق بناء مشروع معين بدل يلجأوا للمصارف، قدي قولك صحية هيدي الظاهرة؟ هذه ظاهرة كتير منيحة. نحن لازم نقدر نبعد عن أنه يكون عندنا شركات بس صغيرة. نضلنا نحن بلد السمول وميديوم سايز، يعني صغير ومتوسط أحجام. مفروض أنه نقدر نرجع نخلق نحن شيء كبير. ومفروض أنه نتابع مثل ما عندنا مثلا بالقطاع المصرفي نقدر نخلق شيء مالتي ناشونالز يلي بينطلقوا من لبنان، ما ضروري دايما يجوا من برا لعنا. أكترية الشركات الكبيرة برا عم يداروا من ناس منهم مثلا خلقانين ببلد معين. في كتير لبنانيين برأيك جمع رأس المال مع بعضهم، يعني العالم ولادة كيانات كبيرة ما بيأثر على السوق؟ لا، هيدي الكيانات الكبيرة يعني محدودة بالنسبة لنا بلبنان. ما عنا شيء لهلأ عم يعمل مونوبولي معينة غير الدولة اللبنانية صراحة، بس كل شيء تاني عم بيكون دايما في منافسة، لأنه اللبناني بشكل كتير سريع بيرجع بيخلق مثل ما بيقولوا شيء لحتى ينافس. في كتير يعني لبنانية خلاقين وعندهم استعداد أنه يقوموا بمشاريع، وفي كتير أفكار وفي كتير مشاريع وفي كتير ناس مقتدرة ماليا وقت اللي بيجتمعوا مع بعضهم وبيندمجوا مع بعضهم فكريا وبالمشروع اللي هنا رايحين فيه بيقدروا يخلقوا شيء. لأنه غير عن المال في كمان جمع للقدرات. فهيدي كمان مهمة. شو رأيك بالبرنامج اللي أطلقه مصرف لبنان لدعم القروض المصرفية؟
برنامج سكنية. كتير مهم عم بيشجع أول شيء الناس لحتى تعرف أنه مصرف لبنان واقف حد القطاع الخاص، عم يدعم القطاع الخاص بشتى الطرق، يعني وجود مؤسسات كمان مثل كفالات عم بتأمن مبالغ بدون ما يكون في فرض أنه يكون في كفالات معينة شخصية أو كفالات عائلية أو تكون عقارية لحتى نعم. يقدروا الشركات يكبروا وينمو. أنا إيب جينا الشماس، بدي أشكرك على كل هالمعلومات، بدي أرجع أذكر أنه حضرتك CEO شركة توموروز أدفايس، بدي أشكرك على وجودك معنا خلال كل هالأسبوع وعلى المعلومات القيمة اللي عطيتينا إياها. بدي أشكركم على الاستضافة وميرسي كتير. مرسي لك وموفقين. مرسي. بريك صغير ومنرجع منتابع Property Yours، خليكن معنا. خليكن معنا مشاهدينا لنتابع سوا Your Properties. عقارات جديدة للبيع، منتابع سوا هالروبورتاج مع شادي. جينا على منطقة بيت ميري قضاء المتن لنتعرف على بناية أندر كونستراكشن مؤلفة من شقق سكنية للبيع. الشقق مساحاتهم 285 متر مربع أو 295 متر مربع. فينيشينج كتير فخم، في طوابق مع تراس وجنينة وطوابق دوبلكس. بناية بيت ميري ملبسة حجر، مواصفات الشقق الداخلية سوبر ديلوكس، شفاش سنترال، بلاط رخام بالصالونات، سيراميك بالحمامات والغرف بالإضافة للمطبخ، وكلهم مستوردين من أوروبا. أربع غرف نوم لكل شقة، اثنين منهم ماستر، ومجهزين ليركب لهم سبليت اي سي يونتس. كل شقة ببناية بيت ميري إلا فيو مميز بيطل على الجبل ما بيتسكر عليه. كل شقة تابع لإلها ستورج روم تحت الأرض بالإضافة لاثنين أو ثلاثة باركينج. لكجيري ليفينج ببيت ميري ب 285 متر مربع أو 295 متر مربع. ستارتينج برايس 2200 دولار بالمتر، والدليفري ديت آخر سنة 2013. بالأشرفية وتحديداً بمبنى الام تي في السابق اللي معروف بإزاعة جبل لبنان، مكاتب للأجار. هول مكاتب متوفرين على الطوابق الثامن والتاسع. كل طابق مساحته 320 متر مربع. الطابق الثامن مقسم لمكاتب مختلفة الأحجام ومعروض للأجار بكامله ويستفاد منه لعدة استعمالات. الطابق التاسع مساحته 320 متر مربع كمان، ومقسم لمكاتب مستقلة بأحجام 30 أو 60 متر مربع. اثنين أسانسور للبناية، وكل طابق تابع لإله خمسة أندرغراوند باركينج. بالأشرفية وتحديداً بمنطقة العدلية، بناية جديدة سكنية للبيع مؤلفة من سبع شقق. كل شقة مساحتها 200 متر مربع وكل طابق شقة. منشوفها سوا. مثل ما ذكرنا وقلنا، مساحات الشقق من جوا بالأشرفية 200 متر مربع، كل طابق شقة. الفوطي دغري على الريسبشن اريا، بلاط رخام، ديكور جفصين، مطبخ، ثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر، بالإضافة لهالقعدة الصغيرة هون على البلكون اللي مسكر بكورتن جلاس. مطبخ الشقة مؤلف من كاونتر توب كوريان مع مجلى ستانلس ستيل.
له كمان ميد روم وحمامة. تابع للمطبخ كمان بريكفاست اريا. البناية اللي شفناها بمنطقة الأشرفية بالعدلية فخمة وملبسة حجر 100%، مؤلفة من 7 طوابق سكنية، كل طابق شقة بمساحة 200 متر مربع. حالياً البناية للبيع بكاملها، وسعر البناية بالسوق 4,057,000 دولار. تحسن القطاع العقاري بلبنان، منتابع سوا كل التفاصيل بريل استيت نيوز. أفاد بعض الخبراء العقاريين عن تحسن أداء القطاع العقاري بلبنان خلال آذار الماضي، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 5072 معاملة مقارنة ب 3994 معاملة خلال شباط، رغم حال عدم الاستقرار السياسي واللي تمثل باستقالة الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي. وأشار الخبراء إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي بيحتم على الجميع التعاون بغاية تحفيز الحركة الاقتصادية وإزالة كل المعوقات لتحريك القطاعات المنتجة، وبمقدمة قطاع البناء اللي بيشغل أكثر من 60 مهنة مرتبطة فيه وبحرك الدورة الاقتصادية نظراً لضخامة الأموال اللي بتستثمر فيه. ولفت الخبراء إلى أن هناك هدوء بالسوق المحلية رغم توافر الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة بمعظم المناطق، وخصوصاً بعدما ضخ مصرف لبنان نحو 2000 مليار ليرة أخيراً بغاية دعم قروض المؤسسة العامة للإسكان، ولاحظوا أن الطلب متوافر على الشقق الصغيرة. أنا وكل فريق عمل Property Yours نشكر كل الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا من لبنان والخارج، عم نتلقى اتصالات عديدة عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة ورسائل عبر info@propertyyours.com. للمزيد من المعلومات خليكن عم بتابعونا على propertyyours.com وعلى فيسبوك لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم مستجدات القطاع العقاري بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. بونسوار.